تم تنظيم حفل موسيقي من قبل الديوان الوطني للثقافة والإعلام، حيث نشط هذا الحفل كل من ياسمين عماري وموك صايب. السلام عليكم أعزائي المشاهدين، راه معنا السيد بوزيد عماري أب لياسمين عماري. قلنا حاجة على الحفلة كيف فاتت، الله يبارك، كانت فور 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 بزاف. في الحقيقة ما كنتش نستنى باللي تكون سي فور كو سا، جافي دوتي معاك، كنت أنا وبرومي غون، خفت إلا تخسر الحالة هي بين تشوفني ولا. مي لا إلا إيتي تري كومبيتونت سو سوار إي جون سوي كونتون. الفنانة ياسمين عماري كما يقول لك، حنا رانا فرحانين اللي شتناك، الله يبارك وراك مليحة. شو تقولي لنا وشو تقولي للجمهور اللي راه يتابع فيك عبر قناة الباهية؟ كما راكم فرحانين اللي شفتوني، أنا تانيني فرحانة اللي جيت غنيت لكم اليوم، وجيسبيغ تبعوني في رمضان في مسلسل الخاوة. Ou en ce moment, il y a deux voices, donc soutenez-moi, j'ai besoin de vous, de votre soutien, et j'espère aller plus loin et ne pas vous décevoir, Inch'Allah. Inch'Allah, shukran lik al-fannana ta'ana Yasmin Amari, ou shukran li الديوان الوطني للثقافة والإعلام الونسي اللي راه كيما يقول لك دائما يديروا لنا نشاطات كيما هاك. صافي بليزير اللي كنا معاك، وصافي بليزير اللي كنتي معنا. واش نقول لك، خلطيها، انا ما قديتش بركيس. موك صايب اللي دار حالة اليوم في قاعة المغرب. موك صايب مرحبا بك خويا عندنا في وهران. الله يسلمك صافي، ومرحبا بك في داري. الله يسلمك، سي جونتي خويا. فكما تبين لكم كانت أمسية حقيقية لما حملته في جنباتها من فن وترفيه حقيقيين.